تحت ظل العشر الأواخر من رمضان التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم العتق من النيران، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنته عندما أتته أمنا عائشة فقالت يا رسول الله لئن أدركت ليلة القدر فما أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة. قولي يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. على بركة الله نفتتح هذه الليلة القرآنية المديحية في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تأتي في إطار الرمضانيات التي تسنها مقاطعة الفداء. السادة مستشاري مقاطعة الفداء، السيد رئيس مقاطعة الفداء، السلطات المحلية، ممثل القطاعات الحكومية، المجتمع المدني، الحضور الكريم، على بركة الله نفتتح هذه الأمسية الرمضانية بقراءة مباركة لأحد قراء المملكة، ألا وهو الشيخ سيدي عبد العزيز القرعاني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى خالد باموت نائب الرئيس ديال مقاطعة الفداء. مرحبا بكم في إطار مهرجان ديال الفداء أو رمضانية الفداء اللي تتنظمو مقاطعة الفداء كل سنة، واللي تتميز بتنوع الفقرات اللي تشمل فيها هذا المهرجان، فما هو ثقافي فني مسرحي تربوي وأمسيات دينية فيها قراءة القرآن وفيها سم. اسمح لي أستاذ، كاينين قراء معروفين على الصعيد الدولي والوطني جبتوهم، شنو السر في هادشي أستاذ؟ قراء يعني في المستوى العالي اللي تنفتخروا بهم، وفيهم بعض المقرئين جزاهم الله خيرا اللي هما تنتميوا للمنطقة وتنتميوا لحيدر الفقراء بحال السي عبد العزيز القرعاني، اللي تنفتخروا على انه من ابناء المنطقه، واللي تشرفنا ماشي على المستوى المحلي ولا الوطني ولكن على المستوى الدولي، وهذا شرف لنا على انه يجيو هاد النخبه من القراء اللي شرفونا على مستوى هذا المهرجان وقراوا لنا ايات ابينات من ذكر الحكيم بالاصوات ديالهم تبارك الله ما شاء الله، واستمعوا لهم الساكنه ديال المقاطعه ديالنا اللي هما في حاجه الى مثل هذه المهرجانات اللي يمكن تغدي لهم للجانب الروحي ولا الجانب الفكري ديالهم. كانوا شي سنه وتقبل، ولكن ملي جيتوا نتوما كمدراء في هذه المؤسسه هذه تبدلت الصيغه، تبدل حب الناس لهذا المسرح هذا. كيفاش سيرتوا؟ واش عندكم استراتيجيه بنيتوها؟ وفهمنا استاذ. الحمد لله احنا الامتياز اللي عندنا هو انه الساده لا السيد الرئيس لا الساده اعضاء المكتب لا الساده اعضاء المجلس هو انهم كلهم ينتمون الى المنطقه الى مقاطعه الفداء، وبالتالي هما من خلال التواجد ديالهم ويعني وانتماء ديالهم تعرفوا يعني المشاكل ديالها، واللي تشخصات في بدايه المجلس من خلال واحد الرؤيه اوليه مجموعه ديال الاشكالات اللي تحتاج اللي تتعاني من المنطقه واللي تحتاج الى حلول. كان يعني من ضمن هذه المسائل هو انه المنطقه تتعرف واحد الفراغ على مستوى الجانب الثقافي والجانب يعني الترفيهي والجانب الفني، وبالتالي البرنامج وضع المكتب والمجلس وضع واحد البرنامج اللي من خلاله يقدر يحيي هذا الجانب، بحكم على انه المنطقه ديال درب السلطان الفيدا تعرفت عبر التاريخ مجموعه من الفرق المسرحيه ومن الفنانين سواء على المستوى المسرحي او المستوى الفني اللي خلاو بصمات كبيره على مستوى المجال الموسيقي والمجال المسرحي في المغرب، وبالتالي كان من المفروض على انه في اطار برنامج ديال المقاطعه على انها تحيي هذه صله الوصل ما بين الماضي وما بين الحاضر من خلال هذا المهرجان اللي من خلاله استطعنا على انه الحمد لله اننا عندنا مركب ثقافي في المستوى العالي اللي تيخلينا على انه نستقبلوا مجموعه ديال الفرق المسرحيه المحترفه سواء المنتميه الى المنطقه او المنتميه الى مناطق اخرى، وبالتالي
كان هذا العروض المسرحية اللي لقات واحد ترحيب كبير من طرف الساكنة واللي لقات إقبال عليها، وهذا تبين على أنه بالنسبة لنا في إطار التشخيص كنا على وعي على أنه المنطقة أو الساكنة تحتاج إلى تغذية الفكرية، وبالتالي الحضور ديال المواطنين على مستوى هذه العروض المسرحية كان واحد الإقبال منقطع النظير اللي تيفوت واحد 700 إلى ما كلش قبل ديال الحضور ديال الجماهير اللي تتحضر لهذه العروض. وكذلك كما هو اليوم أنتم وجيتوا مشكورين لهذه الأمسية الدينية اللي تأثر مجموعة من القراء اللي عندهم صيت عالمي واللي تنتمي بعضهم إلى المنطقة إلى أبناء المنطقة، وشتوا الإقبال ديال المواطنين على مستوى هذا النوعية ديال الأمسية الدينية اللي فيها تغذية روحية. وعندنا مجموعة ديال البرامج أخرى اللي عندها واحد مسابقة ثقافية مرتبطة بالمؤسسة التعليمية على مستوى المنطقة، واللي هي تتعرف أو تاني إقبال وتنافس كبير ما بين المؤسسات التأهيلية على مستوى مقاطعة الفيدة، وبالتالي على أنه بالنسبة لنا تنحاولوا على أنه نغطيو جميع مجالات الخصائص اللي يمكن نغذيو بها على مستوى الساكنة سواء النساء أو رجال أو شباب أو أطفال. الختام غادي نختمو هو كلمة في حق محمد السادس سيدنا الله يشافيه وفي حق الناس ديال المنطقة ديالكم. احنا جد فخورين بالزيارة الملكية الشريفة ديال سيدنا الله ينصرو، واللي بهذه المناسبة تنطلبوا ليه الشفاء العاجل، تنطلبوا على أنه بالنسبة لنا يبقى ملاد آمن لنا احنا كمغاربة اللي تنحبوه. وحنا بالمناسبة هذا الاستقبال الملكي قمنا مع السلطات المحلية بمجهودات على مستوى يعني التوهج والاحتفالية على مستوى الشوارع اللي تنتمي للمقطع باش نبين له سيدنا على أنه الحب ديالنا والرغبة ديال ساكنة مقاطعة الفيدة، ودائما حنا نفتخروا بالزيارات الملكية اللي تيكون سيدنا تيتشرفنا بها على مستوى مدينة الدار البيضاء على مستوى مقاطعة الفيدة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر مقاطعة الفيدة في أعضائها كلهم الذين استضافوني لهذه الليلة، ولا أعرف صراحة فيهم إلا الفضل والخير، ومنهم من كان زميلي في الدراسة ولله الحمد، وأتيت مسرعا لتلبية دعوتهم في هذه الليلة التي نظموها ليلة يعني القرآن الكريم والسماع. ويعني بما أن المناسبة شرط رمضان شهر القرآن، وأي نشاط ينبغي أن يكون فيه القرآن الكريم كمائدة شرفية. نعم. سيدك علي، أنتم فرد مقاطعة ومقاطعة كاملين، كيف تكون مسابقة رمضان؟ شنو السر في هادشي؟ قلت أن رمضان هو شهر القرآن، وأنشطته ينبغي أن تكون متنوعة ما بين صلاة تراويح ومسابقات قرآنية وجوائز للحفظة وتكريم للقراء ولأهل العلم وللطلبة وللأئمة، هذا كله داخل في الأنشطة الرمضانية. تواصلوا بهم الناس في الصفحة، قالوا لي على سكعاني ما يكونش عندهم واحد البرنامج تلفزيوني مباشر أو غير مباشر، لأن يحبوك الناس. واش كتقول للناس؟ إن شاء الله سيكون قريبا، إن شاء الله سيكون برنامج تلفزيوني أعدهم إن شاء الله تعالى. هذا حصري عند القنوات ديالنا. مرحبا بك سي، بارك الله فيك. الله عليك. ختام كلمة ختام حق محمد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك ديالنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس دائما في قلوبنا، ودائما ندعو له بالخير وبالنصرة، ودائما ندعو له بما في خير له ولشعبه ولبلاده، ونسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن جيران السوء وعن قالة السوء وعن كل من يكن العداء لهذه الأمة المغربية المتراصة يعني المتحابة المتآخية. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لا ولتحملن
قتلنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بقناتنا بلازما تي في دائما في قلب الحدث.